لا شيخنا فاضل، هذه الجماعة أنا ما كان أمامي من سبيل وأنا في طريقي إلى باكستان إلا أن أخرج معهم حتى أحصل على الفيزا، وخير ما وجدت فيهم هو الإعلان الذي يكون بعد صلاة المغرب مباشرة وقبل البيان، ويقولون بالنص الواحد هكذا: إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة باتباع أوامر الله عز وجل وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خير ما وجدته في هذه الجماعة، ولكن للأسف أن هذا الإعلان لم أجد له أي مضمون طيلة مدة وجودي مع الجماعة، فقلت لهم بالنص الواحد إن هذا حق أراد به باطل والله أعلم، فكادت تحدث فتنة في ذلك الوقت. وعندما كان وقت الاجتماع السنوي، وهذا الاجتماع حضره أكثر من 2.5 مليون شخص في مدينة رايويند، قال الشيخ إن الصلاة في الميكروفون باطلة، واثنين ونصف مليون شخص يستحيل السيطرة عليهم في صلاة جماعة واحدة، وكانت النتيجة أن صلاة العصر أعيدت 3 مرات، وفي المرة الرابعة صلينا أشتاتا كل 10 جماعة وكل 20 جماعة إلى آخره. وهم يقولون نحن نريد أن نكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: منذ كم سنة بدأتم هذه الدعوة إلى الآن؟ إذا أنتم لم تستطيعوا حتى الآن أن تكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنتم أصحاب الدعوة عجزتم عن ذلك، فكيف تستطيع تقويم الناس على دعوة ألا عجزوا عنها؟ ولكن شيخنا، ما نفعله نحن الآن أو ما أعتقده أنا والله أعلم، أي إنسان كائنا من كان يريد أن يضع منهجا ويأمر الناس باتباع هذا المنهج، ألا يكون هذا تمردا على المنهج السماوي الذي وضعه الله عز وجل والذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو أنه عدم رضا من هذا الشخص الذي وضع المنهج وأمر الناس باتباعه بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. السؤال إن كنت فهمته فأظنه غريبا، لأنه كما لو قيل النور هذا مشتعل ولا مطفي؟ لا، مشتعل. أما كل من يتخذ منهجا غير ما جاء به الرسول عليه السلام فيكون كما قلنا آنفا مبتدعا. لكن الشيخ يقول هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يضع منهج في عدة نقاط. يقول نعم. طيب، فأنت أجبت بنفسك بارك الله فيك لما قلت بأنهم يفتتحون كلمتهم بكلمة جميلة جدا ولكنهم لا يطبقونها. العبرة بالقول فقط. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القول لا يغني عن العمل، لكن الذي يبدو، وهذا الذي جعلني أستغرب سؤالك، أنك طرحت السؤال أنه يضع منهجا غير منهج الرسول. طيب، هذا يحتاج إلى سؤال يا أستاذ، وهل يخفى على إنسان أن هذا المنهج الذي يخالف منهج الرسول يكون قد انطبق عليه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا هذا المنهج كمنهج إن كان مخالفا لمنهج الرسول عليه السلام فهذا بلا شك يدور بين أن يكون فسقا وبين أن يكون كفرا يخرج به صاحبه عن الملة، وإما أن يكون منهجا مطابقا للسنة ولكنه قول لم يقترب بالفعل، وحينئذ يقال كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا منهج مخالف للسنة نضرب به عرض الحائط، منهج مطابق للسنة نطالب أصحاب هذا المنهج بالعمل به وألا يكون مجرد قول.
هذا شيخ انقلنا إلى السؤال التالي وهو يعني ما أردته بالفعل. هذه